لدى استقبال سموه للسفير الأمريكي لدى المملكة، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أشاد بالاستراتيجية الأمريكية التي أعلن عنها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا لما لها من أهمية في توفير مقومات الأمن والاستقرار ودعم الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب من أجل حياة أفضل لدول وشعوب المنطقة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم السيد ويليام روبيك الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة. خلال اللقاء أشاد سموه بالجهود التي قام بها السيد ويليام روبيك أثناء فترة عمله بمملكة البحرين في تنمية أواصر علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، معربا سموه عن تمنياته له بدوام النجاح والتوفيق في كل ما يوكل إليه من مهام في المستقبل. وأكد سموه أن العلاقات البحرينية الأمريكية ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والرغبة الأكيدة من البلدين في بناء نموذج قوي متميز للتعاون والتفاهم تجاه العديد من ذات الاهتمام المشترك. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات، يعكس ما يوليه البلدان من حرص متبادل على ترسيخ أسس تعاون متين يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ونوه سموه إلى أهمية العمل على الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كل ما من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ويسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، بخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. من جانبه أعرب السفير الأمريكي لدى المملكة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، معربا عن سعادته خلال الفترة التي قضاها سفيرا لبلاده لدى مملكة البحرين وما حظي به من تعاون من كافة الأجهزة والمؤسسات بما يجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين.